ابراهيم الجابر يحييكم اعزائي المشاهدين. ودقيقتين من زمن شوط المباراة الاول، وفرصة كانت ثمينة لاحمد الدوخي من تسديدة بعدها المدافع الياباني الى ضربة الزاوية. في خطأ وفي هجمة للهلال الان، وسامي الجابر وسيرجيو، ودقيقتين على بداية شوط المباراة الاول من نهائي القارة الاسيوية ابطال الدوري. سيرجيو، سامي الجابر، محمد لطف، ثلاثة لاعبين هلاليين، وحائط صد كوري، وسيرجيو هدف جبلي الياباني لا شيء. تاكاهارا لقاء الابطال وخطيرة وهدف التعادل لناكاياما، هدف التعادل لناكاياما في الدقيقة 17. ناكاياما دقيقة 17 بيسجل هدف التعادل، اذا في هدوء، وهذا الجمهور الياباني، وهدف لناكاياما هداف الفريق، 37 مباراة دولية، وصاحب ايضا شوف تتمرر، وناكاياما بيسجل في مرمى الدايع هدف التعادل في مرمى الهلال. اذا هدف لسيرجيو وهدف لناكاياما في الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الاخرى. في الوسط وعمر الغامدي ومنقولة للامام، وشريدة بيقطعها وخطيرة وتتسدد، والهدف الثاني تاكاهارا بيسجل الهدف الثاني في اقل من دقيقة، في دقيقة بيسجل هدف التعادل، وتاكاهارا بيضيف الهدف الثاني، الهدف الثاني لتاكاهارا في الدقيقة 18 لنادي جابليو الياباني. في ضعف التغطية الدفاعية لخط الدفاع الهلالي، وربما لم يكن اليوم خط الوسط يساند خط الدفاع ويقفل المنطقة، لأنه واضح أنه في ضعف، وخاصة من العمق. خميس بيقوم بدور كبير في كثير من المباريات في تغطية متوسطي قلب الدفاع الشريدة وأحمد خليل، لكن واضح أن الهدفين جاءت عن طريق متوسطي قلب الدفاع. إذن اثنين جابلي الياباني والهلال السعودي هدف، والهلال لن يستكين الحقيقة. الهلال من الفرق اللي إذا ما أصيبت شباكه ترى المطرف إلى الدوخي من ناحية اليمين بيعليها وخطيرة. Come on!
سامي الجناح الايسر بمر سامي من فوجيتا وبيحاول يمر وبيعدي سامي وبيعدي وبيلعبها فيها الشباب. إذن بكل الحب والوفاء والاعتزاز وباعتبار